على كل حال خلاص، بالنسبة للنقل والعقل لابد أن نعلم أن الإسلام عظم النقل وعظم العقل. أبدا، الله تبارك وتعالى ذكر آيات كثيرة وفيها الأمر بالتدبر والتفكر والتذكر والتعقل، طيب، فلم يهمل العقل أبدا، بل جعل العقل مناط التكليف. ولذلك المجنون غير مكلف ولا يحاسب، وإنما يحاسب العقل، فالعقل هو مناط التكليف، لا تكليف إلا مع عقل. وذلك يقول أهل العلم من شروط صحة العبادة النية، والنية لا تكون إلا من العقلاء، فالعقل معظم في دين الله تبارك وتعالى. ولكن كل شيء له حد. نحن نقول مثلا تنتهي حريتك إذا تبدأ إذا بدأت حرية الآخرين. نقول للعقل كذلك لا بد أن نعطيه قدره فقط، كل شيء إذا زاد عن حده تضرر. يعني الآن الماء نعمة، لكن إذا طغى الماء أهلكه. النبي صلى الله عليه وسلم معظم، لكن إذا قلنا عنه إنه إله زدنا عن الحد، وصل الإنسان انتقل من الإيمان إلى الكفر، مع أنه يقول أنا أعظم محمدا صلى الله عليه وسلم، قلنا تجاوزت به الحد. إذا النصارى بماذا كفروا؟ تجاوزوا بعيسى الحد. فعندما يقولون لا نحن نحبه أكثر منكم، نقول أنتم غلوتم به، وهو يتبرأ من هذا. كذلك العقل، بعض الناس عظموا العقل حتى غلوا بالعقل، فقدموا عقولهم على النصوص، على كتاب الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوض. فالعقل يعطى قدره فقط، أما إذا أعطي العقل أكبر من قدره، لأن العقل كما يقول أهل العلم الشريعة لم تأتي بما تحيله العقول، يعني بالمستحيلات، بشيء محال، لا تأتي الشريعة بهذا، ولكنها قد تأتي بما تحار به العقول. لماذا؟ لأن العقول هي أصلا قاصرة، عقل الإنسان على قدره، على قدره. وإذاك يقول الله تبارك ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هي الإنسان لمصيبة أو العكس فرح يتوقف هذا العقل ولا يحسن أن يتصرف. طيب لماذا؟ لأنه له قدرة معينة، وإذا تجد هذا العقل يضعف أحيانا، إذا كبر الإنسان يضعف أحيانا عقله. وأحيانا المرأة إذا جاءت العاطفة غلبت على العقل وغطت العقل، مع أن العقل موجود لكن غطته العاطفة. وقد يحدث هذا أيضا للرجال، ولكن في الجملة النساء يكثر فيهن هذا بعكس الرجال الذين يقل فيهم هذا، لكنه موجود. فعلى كل حال الشريعة تعطي العقل قيمته وقدره، لكن بشرط أن لا يتجاوز حده، أن لا يتجاوز العقل حده. يقال له العقل موجود ولك احترام وتقدير ومكان وكذا، لكن لا يتجاوز هذا العقل الحد، ثم بعد ذلك يحاول أن يتجاوز النصوص ويرد الكتابة ويرد السنة. يعني مثلا الأمور الغيبية، لو حال إنسان يدخل عقله في الأمور الغيبية سيرفض الغيبة كله بحجة والله عقلي لا يقبله. ثم العقول تتفاوت، قد يقبل عقلك شيئا لا يقبله عقلي، ويقبل عقل دكتور أبو غانم شيء لا يقبله عقلي ولا عقلك، وهكذا. وبتفاوت هذه العقول تضيع الأمة. فالعقل له قيمة وله قدر، ولكن يجب أن لا نتجاوز به حده الذي له. ولا يمكن أبدا كما يقول شيخ ابن تيمية أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. فإذا وجد تعارض بين العقل والنقل، فإما أن يكون العيب في النقل، وإما أن يكون العيب في العقل. فالعيب في العقل في عدم فهمه وإدراكه، والعيب في النقل كأن يكون الحديث ضعيفا أو موضوعا. ولذلك أهل العلم قالوا من علامات الحديث الضعيف أو الموضوع مخالفته للعقل، فجعلوا هذا علامة من علامات الحديث الموضوع المكذوب، أنه يخالف العقل. لكن أيضا كما قلت إيش، لا يتجاوز بالعقل يعني حده. أين وخوفا أيضا أن الأهواء تتخوف، أحسنت، أيضا الأهواء، وهذا ذكره في النساء لما العاطفة تغلب العقل، لأن الهوى. وكذلك الرجال قد تغلب الأهواء وتتجاوز الحد. نعم، أحسنت، الله يكرمك، الله يكرمك.